وأخيرا انتهى مسلسل إبراهيم الشنيحي بالتعاقد مع النادي الإفريقي رسميا لمدة 3 مواسم. إبراهيم موجود معنا في أول حوار بعد التوقيع، مرحبا بك إبراهيم. مرحبا بكم، السلام عليكم، وسعيدكم وإن شاء الله مبروك نقول لك التعاقد مع النادي الإفريقي. إن شاء الله مبروك، فيها خير إن شاء الله. دوكا انتهت التفاوض مع النادي الإفريقي، كنت صعوبات شوية مع البداية هكذا، والحمد لله فرج ربي، الحمد لله دوكا راني 100% مع النادي الإفريقي، سنيت درت العقد تاعي الحمد لله. وقتاش تباشر اول سيونز دونترينمون؟ وقتاش تكون اليوم نحدد بداية التدريبات مع النادي الإفريقي إن شاء الله. وبالنسبة للجمهور والناس اللي ما تعرفش إبراهيم الشنيحي، رغم أنه نعرفوك يعني لاعب وسط ميدان هجومي، لاعب دولي في المنتخب الجزائري، شنو تقول لهم؟ ان شاء الله يعني نكون في حسن ظن الجميع، ونأدي 3 مواسم هذه في القمة ان شاء الله، وان شاء الله كما نقولوا الإدارة هذه اللي دار فيها ثقة تامة، وخاصة جمهور النادي الإفريقي اللي رحب بيا وشكرني على هذا، ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. يعني ماكش باش تكون وحدك في النادي الافريقي، عندك بالقروي وسبق كذلك عبد المومد جابو في الكلوب. الحمد لله، يعني كان فكرة مولي كان يتصلوا بيا ويقولوا لي الحمد لله فريق محترم، فريق عريق جدا، مروا به لاعبين كبار جدا، والحمد لله انا استثني الحظ به نكون مع نادي الافريقي هذا، وان شاء الله نأدي موسم في القمة ان شاء الله. ونشكر رئيس ثاني، رئيس فريق النادي الافريقي، نشكره بزاف بزاف، وخاصة المانجر تاعي بوب مدعو الراحي، لعبوا دور كبير به كنت انا مع النادي الافريقي، الحمد لله يا ربي نشكره ربي على الله. برشا يقولوا اللي ابراهيم الشنيح امكانياته كبيره وتنجم تكون تجربته في النادي الافريقي محطه اولى قبل الاحتراف في اوروبا. ان شاء الله ان شاء الله كي نبداو مع النادي الافريقي نكونوا في المستوى، نحسنوا المستوى تاعنا، نكونوا جينا سهله كي نروحوا لاوروبا ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق ابراهيم الشنيحي. بارك الله فيك، يعطيكم الصحه،